نتكلم بين شوطين المباراه، قلت لك هل يستطيع روما العوده؟ قلت لي حتى لو روما عاد نابولي مش هيسكت، وفعلا نابولي ما سكتش. يعني بص، طبعا نابولي فرقه قويه جدا زي ما كنا بنتكلم، وماتش هم محتاجينه اكتر. هو المفاجئ في الموضوع ان هم بعد خروج اوسيمين وبعد التبديلات برضو قدروا يرجعوا في النتيجه، ودي النقطه الاهم. ان هو يقدر يكسب في الاخر وهو بيطلع لعيبته، او بيطلع واحد زي اوسمن يعني، وطلوعه من الملعب مهم جدا. خفيتش كفاراتسخيليا خروج كفيتش بعد كده في 69 تتكلم يعني، لا يعني 69 اول تغييره والتغييره الثانيه في 76، ففي اخر ربع ساعه هو مطلع اهم اثنين لعيبه في الشق الهجومي للفريق، ولكن في الاخر الفريق قدر يرجع في النتيجه عن طريق سيميوني. ودي نقطه مهمه، ان الفرقه دي كل ما الموسم هيطول عليها كل ما هو هيحتاج اللعيبه اللي على الدكه اكتر، كل ما هو هيحتاج الاوبشنز الزياده، لانه لما يبقى خلاص بيقرب اكتر من حسم السكوداتو، حتى لو الفرق شدت اللي تحتيه منه، هو دلوقتي بعيد جدا عن الفرق كلها، لكن بعد كده عنده تشامبيونز ليج، فهيبقى بيلعب هنا وبيلعب هنا، ازاي حلو انك تبقى بتلعب مرتاح. بالظبط، ازاي يقدر يدير المنظومه بتاع السكواد يعني كله، ومين يلعب ومين ما يلعبش ويستفيد منهم. في الفرقه الكبيره تحتاج قائمه عريضه جدا من اللعيبه المهمه، واللعيبه اللي الاوبشن واحد زي الاثنين زي ثلاثه، او على الاقل واحد زي اثنين، فدي النقطه الاهم. لكن هو فريق هجومي كويس جدا، لكن روما عمل شوط تاني حلو بصراحه وقدر يسجل. طبعا الجون بيتحمله من وجهه نظر الباك رايت بتاع نابولي، الكره اتلعبت التغطيه العكسيه، الراجل جه قطع من ظهره وسجل، لكن في المجمل يحسب. والنقطه والكلمه اللي كان بيقولها عمر، الهيبه بتاعه الفريق، وده اللي انا بشوفه ان مورينيو، حتى لو مورينيو مش واخد البروباجندا اللي احنا عارفينها عن مورينيو، لان هو اسم بيشد لكل الناس، لكن مازال الراجل واخد بطوله اوروبا الكونفرنس كاب ولسه بيكمل، والفريق ليه هيبه. الفريق تقدر تقول في اي ماتش لا، روما ممكن يعمل حاجه، روما ممكن بالقائمه دي، حتى لو القائمه فيها بعض العناصر المحدوده خاصه في الشق الدفاعي، الا ان الفريق لغايه دلوقتي قادر يقف على رجله وبيعافر طول الوقت.